الجيوش؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا خمسة من رجالتنا. ايه الحملات؟ امال كانوا فين الأدرجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يعني النحس ده غيظني ان ده موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم مالهمش شغل غيرنا، كل يوم يقولك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك، خد البرشامة دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمة. سرمة. ايه؟ سرمة، اسمي سرمة. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة والسرمة؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا نعيش مرتين. مش كده؟ حسيبهم لمين يا عباد؟ سرمة. ايه؟ سرمة. حسيبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ سرمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها موش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين اخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. يا حزن الحزن. طيب، 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكله، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يسمك؟ ايه هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايه دي بس؟ انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب. اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. وش تعالوا فرحين، بعدكم خيمه بعد كده بتوع كلكم. انت ليك وش تتكلم يا ساموش انت؟ اخلص انا، ما تكلمش المعنانة بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبة، محدش ما بيهنك. ما تقولش واد. ما تيجي تاخد لك كلامين. مش دلوقتي. الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم، واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه. تمام كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه. تلميذ لشغلنا سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحراميه احسن مننا. على الاقل الحرامي بيسرق هنا عينك ومعروف انه حرامي، لكن احنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصه الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصه الكلام بدل ما اعترفت انكم حراميه ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهف تلك اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهف؟
التلت ده يا غبي تديه لامك. امي؟ انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو. والسلام أمانة يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. انا ما بدورش على حد. اما مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني، مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحال وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زيف؟ زفت برضه. مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغار كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ الله عجبك الرمية اللي انت فيها دي؟
يا انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا، وهنديلك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحسابه؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السامه اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى، العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سوى 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 كل. لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكوا دي. تسمح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني بشتغل مستثمر أجنبي؟ ده منظر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوه أعمال حرة، يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، أمال يعني على باب الشعرية؟ يا بنت الإيه، دمك زي العسل. أديك حقك وانصرف أنا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ أروح شغل. لا لا شغلك إيه؟ اقعدي تتغدي. أتغدى؟ لا يا عم، حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلنا ولعه. ولعه ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل بكره تكبر يا خدامه حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه اللي انت واخدها. انا وانا بقول لك شوفت حاجه، انا شوفت حاجه. علي النعمة ويمين على يمينك، لا انت واخدها. عيب ايه؟ ما تقوليش حاجة بقى، مش واخد فلوس على شوية فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوة نفس الوانة وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا. نتقابل بكرة. خلاص بكرة بكرة. إلهي ربنا يكرمك. نو دولار، ايجيبشن ماني، تشكر. سعد عاجز النظر، الهي ربنا يكرمكم، الهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة، ايجيبشن ماني. هو كده انت ايه يا ستة؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت ملك انت جدع انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما فيش زبونه الا لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راخه عليه. الله، انت بتشوف ولا ايه؟ الا لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشية معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي، تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم.
اهلا وسهلا سعاده البيت. صباح الخير. صباح النور. إله ربنا يكرمك. الله دولار. إيجيبسان ماني. إله ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أظن مبلغ بسيط. كافي. بعد إذن سعادتك. الإعلان جاهز يا سعادة البيت. وهينزل بكرة إن شاء الله. الإعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دواهي 35,000 جنيه للشقة. يا بلاش يا بلاش 35,000 جنيه للشقة. ألو. أهلا سعادة البيت. أيوة سعادة البيت. خد بالك الأيام دي كويس. اسمعني. مش عاوز معوحة كتير. بوضوح يا فايق أنت متراقب. متراقب. في جهات بتراقبك.